السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال. ففي 11 من أغسطس نالت جمهورية تشاد استقلالها، وقبل الاستقلال هناك مراحل سياسية مرت بها تشاد حتى تصل إلى الاستقلال في 11 من أغسطس عام 1960. ومن هذه المراحل هي الحكومات الانتقالية التي سبقت الاستقلال. ولكي نتناول هذه الحكومات الانتقالية استضفنا الدكتور محمد صالح يعقوب، نائب رئيس جامعة الشيخ آدم بركة بمدينة أبشي المكلف بالبحوث، لكي يحدثنا عن الحكومات الانتقالية. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، ما الهدف من هذه الحكومات الانتقالية؟ قبل أن نأتي إلى الحكومات الانتقالية التي كونت في نهاية 1958، هناك بعض المراحل لابد من أن نتطرق عليها. كل شيء بدأ بنهاية الحرب العالمية الثانية التي شارك فيها الأفارقة وخاصة التشاديون. بعد هذه الحرب تغيرت العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها بالدستور، دستور 17 أكتوبر 1946. قبل هذا الدستور كان سكان المستعمرات ليس لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية، ولكن بعد هذا الدستور لهم الحق بإنشاء أحزاب سياسية، بالترشيح، بالدخول في الحكومة الفرنسية المركزية، وبالدخول في البرلمان الفرنسي. فأنشئت الأحزاب السياسية. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة قانون ديفير الذي أتى في يونيو 1956. قبل ذلك هناك أحزاب سياسية، هناك انتخابات، ولكن هناك نوعين من المنتخبين: المنتخبين المحليين ما يسميه بكوليج انديجين، والمنتخبين الذين كان أصلهم من فرنسا. وبعد هذا القانون، قانون ديفير، أزيل هذا الوضع وصوت واحد إنسان واحد. هذا ما غير أشياء كثيرة. ثم هناك مرحلة ثالثة وهي مرحلة الاستفتاء الذي جاء يوم 28 سبتمبر 1958، والسؤال هو في جميع مستعمرات فرنسا في إفريقيا: هل تنوون الاستقلال مباشرة أو تريدون البقاء كشركاء مع فرنسا؟ فصوتت تشاد كأغلبية الدول الإفريقية بنعم، نريد البقاء باشتراك مع فرنسا. هل أثناء التصويت لهذا الاستفتاء أو أثناء الاستفتاء هل هناك أحزاب سياسية تشادية؟ طبعا كانت أحزاب سياسية كما قلت قبل قليل. أغلبية الأحزاب صوتت بنعم، ولا سيما حزب
قد انشق من حزب MSA، من حزب أحمد غلام الله الذي كان يسمى بالـ UNT، وكان حزب كان يقوده إبراهيم أباتشا ومحمد أبا سعيد، وفي تاريخ تشاد بعد الاستقلال هما يكونا سبب لتنظيم الثورة التشادية التي. ماذا كان موقف الحزب الذي انشق من حزب كان موقفه أننا لابد أن نكون نهض بالاستقلال مباشرة كما فعله سيكوتوري في غينيا. يعني هو الحزب الوحيد، هو الحزب الوحيد. وهناك الأحزاب طبعا كل واحد له مبررات، مثلا حزب MSA لأحمد غلام الله يريد أن الكوادر، ليس لنا كوادر كافين. طبعا هو يتكلم عن الكوادر الناطقين باللغة العربية. فإذا كان حصل الاستقلال في ذلك الوقت يرى أن المتعلمين باللغة الفرنسية هم الذين يكسبون بجميع الأمور السياسية والاقتصادية، وطلب من فرنسا أن تسمع له سنوات قليلة لكي يدرب الكوادر باللغة العربية ويكون هناك توازن بين الشمال والجنوب في ذلك الحال. والنقطة الثالثة هي نقطة إعلان الجمهورية الذي جاء يوم 28 نوفمبر 1958، أي شهرين بعد الإستقلال. فهذا اليوم أعلنت جمهورية تشاد، لأن قبل ذلك كنا مستعمرة تابعة لأحدى مستعمرات فرنسا الكبرى الاثنين. هناك مستعمرة إفريقيا الوسطى التي كانت عاصمتها برازافيل، ومستعمرة إفريقيا الغربية التي كانت عاصمتها داكار. فمنذ ذلك الإعلان لم تكون برازافيل عاصمة عامة لنا، ونحن في تشاد نكون مباشرة نعمل مع وزارة المستعمرات في فرنسا. وكان ذلك أيضا في جميع المستعمرات الفرنسية في تشاد. وبعد ذلك وصلنا إلى مرحلة تحضير الاستقلال في سنتين، وجئنا كما قلت قبل قليل للحكومات الانتقالية، يعني بين الموقف تحت الاستعمار والموقف للاستقلال. ما هي أول حكومة انتقالية في تشاد؟ أول حكومة انتقالية في تشاد كونت تحت رئاسة جابرييل ليزيت الذي كان مؤسس حزب PPT RDA سنة 1947 في فبراير في موندو. هو أول حزب تشادي أسس من قبل جابرييل ليزيت. جابرييل ليزيت هو من أصل غوادلوبي، وولد في بنما، واشتغل طبعا كإداري في بعض من المستعمرات، وكان نائب الأمين العام في مديرية لوغون، كان نائب المحافظ. ولما جاء قانون 1946 الذي تكلمت عنه، فأسس حزب PPT كما أسس آخرون أحزاب أخرى. وطبعا حصلت انتخابات سنة 1952، ثم انتخابات 57، وانتخابات أخرى. والنظام هو كانوا إنه البرلمان هو اللي بينتخب رئيس الوزراء، معناه هناك أحزاب سياسية كثيرة تشارك في البرلمان، ولا بد من تكوين أغلبية في داخل البرلمان، وهي الأغلبية تنتخب رئيس الوزراء. فكان ائتلاف فيه PPT وأحزاب أخرى، وهذا الائتلاف هو الذي عين جابرييل ليزيت ليكون أول حكومة كونت في ديسمبر 1958. ممكن تسرد لنا أسماء أعضاء الحكومة، أول حكومة انتقالية في تشاد؟ أول حكومة انتقالية كونت يوم 8 شهر 12 1958، وكان فيها جابرييل ليزيت رئيس الوزراء، أحمد غلام الله
وزير الدولة، جبرين خير الله وزير الداخلية، جان باتيست وزير المالية، توران غابا وزير الزراعة، أندري فازيل وزير المالية، أبا صديق وزير التربية الوطنية، صالح فرنان وزير الأشغال العامة، عبد الرحيم جلال وزير التخطيط، أبو نصر وزير التعاون، بابا حسن وزير الثروة الحيوانية، موسى قرنين وزير ورئيس وزير الوظيفة العامة، وآدم أغناي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. كيف عملت هذه الحكومة قبل الاستقلال وشكلت حكومة انتقالية؟ كيف أدارت شؤون البلاد؟ وما هي المدة التي استمرت فيها هذه الحكومة؟ استمرت هذه الحكومة حتى فبراير 59، يعني حوالي 3 أشهر فقط. استمرت 3 أشهر فقط. وخلال هذه الفترة حاول جابرييل ليزيد أن يكون الروح المعنوية للتشاد والتشادي، وأراد أن يكون حكومة ائتلافية يدخل فيها جميع الناس اللي كان في الأحزاب السياسية. فطبعا في 3 أشهر عين الوزراء، والوزراء أخذوا أعمالهم، والوزراء طبعا عينوا بعد المدراء، وكده خلاص ال3 أشهر انتهت. انتهت كيف؟ لأن طبعا هناك أحمد غلام الله وساولبا الذي لم يكن في هذه الحكومة وكان رئيس حزب الجرد، تحالفوا مع أحمد غلام الله لأنه قالوا إنه جابرييل ليزيد هو من أصل أجنبي ونحن نقترب للاستقلال، كيف نأتي زعامة البلاد لإنسان من أصل أجنبي؟ فكونوا حكومة جديدة على رأسها ساولبا غونجيب. فهناك نقطتين عن ساولبا. طبعا هو ولد في سنة 1916 في ليري، وقد أصبح سنة 1946 رئيس المنطقة، يعني شيف سلطان ليري، سلطان المندق سنة 1900. ساولبا بنفسه، ساولبا غونتشومي، يعني أبو ساولبا الحالي اللي هو كان شغال عنده مدرسة عليا. فطبعا في البداية كان في حزب إيديتي، ثم انشق وكون حزبا آخر سموه آيستي، وبعد ذلك غير اسم آيستي إلى حزب جيرت. فاختير طبعا يوم 11 شهر 2 59 رئيس الوزراء، وكون حكومة جديدة. وهذه الحكومة تتكون من أولا طبعا ساولبا غونتشومي رئيس الوزراء، أحمد غلام الله وزير دولة ومكلف أيضا بالوظيفة العامة، جبرين خيل الله وزير الداخلية، أبو نصر وزير المالية والاقتصاد، جان باتيست وزير الأشغال العامة والنقل، عبد الرحيم جلال وزير التخطيط والتعاون، إيسين أسمان وزير الثروة الحيوانية، آدم أغناي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، وآدم تشيري وزير الزراعة والبيئة. هذه حكومة ساولبا التي كونت يوم 11 شهر 2 1959. دكتور محمد صالح يعقوب، حدثنا بأن سقوط أول حكومة انتقالية تم تكوينها في تشاد استمر لمدة 3 أشهر، ومن أسباب سقوط هذه الحكومة كونه اتهموا جابرييل ليزيد بأنه أجنبي من أصل أجنبي ولا يمكن أن يحكم تشاد فيما فترة بعد الاستقلال. كم مدة استمرت حكومة ساولبا وما هي أسباب سقوط هذه الحكومة؟ حكومة ساولبا سقطت لأسباب ليس لأسباب سياسية فحسب، لكن لأسباب توازن داخل الحكومة.
إذا رأيت هذه الحكومة ففيها حوالي شخصين فقط من جنوب البلاد، تجد ساولبا أيضا جنوبي لكنه مسلم، فتجد غلام الله، خير الله، أبو نصر، جنبتي، سيسين أسمان، جلال، أغاناي، وعد مشيري، فما في. فطبعا في ذلك بعد الجنوبيين كتبوا للجنرال ديغول وقالوا إنهم دايرين يكون لهم دي تكون حكومة الشمال، هم دايرين يكونوا حكومة تكون حكومة الجنوب وكتكون عاصمتها منذ ذلك الوقت، منذ ذلك قبل الاستقلال، قبل الاستقلال يعني. وكان تورانغابا هو الذي كان يقود هذه الحملة. فتخوف بعض الناس، وأحمد غلام الله هو الذي أظن في ذلك الوقت القرار الذي أخذه لتفكيك هذه الحكومة هو الذي ضمن وحدة تشاد حاليا، لأنك كادت تتفكك في ذلك الحكومة. كيف فأحمد غلام الله كان وزير دولة، أي الشخصية الثانية بعد ساولبا، ولكن في هذا المشكلة فتخوف وقال لا، لابد أن لا نترك الجنوبيين ينفصلوا من تشاد، ونفكك هذه الحكومة ونكون حكومة جديدة. حتى الجنرال ديغول الذي كان رئيس الدولة تخوف من هذا الأمر، لأن إذا تفككت تشاد قبل الاستقلال فيكون مثل للبلدان الأخرى الإفريقية الأخرى، فيكون تفكك. فلذلك تقارب أحمد غلام الله مع جان باتيست وغابرييل ليزيت وأسقطوا حكومة ساولبا. كما قلت أن عدد النواب 65، فلا بد إذا كان يعني تلقيت بمساندة الأغلبية فلك الحق. هل الوزراء أيضا يكونوا من داخل البرلمان؟ لا شرط، رئيس الوزراء يعين من داخل البرلمان بعد يشكل حكومته، ولكن أغلبية أعضاء الحكومة أيضا هم رؤساء الأحزاب وأيضا نواب البرلمان، يعني حكومات سياسية جدا، ليست حكومات يكون فيها تقنيين فقط، لا، حكومات سياسية جدا. وطبعا مع اقتراب وقت الاستقلال فكل واحد يحاول يعمل لعبته على كي يكون هو المنتصر في آخر المطاف يوم رئيس يوم الاستقلال. إذن أسقطت حكومة ساولبا غونتشومي لهذه الأسباب التي ذكرتها، ماذا بعد؟ فطبعا كون ائتلاف جديد، وأحمد غلام الله عين رئيسا للوزراء وكون حكومة جديدة، فأصبح هو رئيس وزراء وأيضا معه وزارة الداخلية، والشخصية الثانية لهذه الحكومة هو ليزيت، يعني رجع كحليف مهم جدا، رجع كوزير الخارجية والتخطيط في حكومة أحمد غلام الله، وآدم أغاناي وزير طبعا الصحة والشؤون الاجتماعية، تورانغاما كابا وزير الأشغال العامة، لأنه هو لابد يدخلوه في الحكومة عشان ما يكون يعني يطالب بتفكيك وأن يكون يكون حكومة أخرى، وأبو نصر وزير المالية، وساولبا رجع في أيضا في الحكومة كوزير النقل، وأبا صديق وزير التعليم التربية الوطنية، محمد حسن كوزير الاقتصاد، وأحمد منجي وزير التعليم التقني والشباب والرياضة وعبد الرحيم جلال وزير التعاون، وحسين عثمان وزير الثروة الحيوانية، آدم تشيري وزير الزراعة، موسى توري طبعا سكرتير دولة الداخلية، أحمد سنوسي سكرتير دولة في الشؤون الاجتماعية، جبرين بول
وزير سكرتير ديتا في التخطيط، الله طاهر وزير ايضا وزير مساعد في فيما يخص الاشغال العامه، عثمان ويدو ايضا مساعد وزير مكلف بالاخبار، ومحمد الجوني ايضا كوزير مساعد في داخل الرئاسه. كما ترون هذه وزاره طبعا فيها عدد كبير من الوزراء. اذا دائما حتى اليوم اذا كان يعني بعد الانتخابات اذا كان في مشاكل سياسيه فلا بد ان يرضوا عدد كبير من الناس، فتكون حكومه فيها عدد كبير من الناس لكي يكون فيه الاستقرار ويتلقوا برضا الاكثريه. ولكن طبعا احمد غلام الله له اهدافه، وطبعا لم ارجع لاحمد غلام الله في سيرته، ولكن فيه نقطتين. هو من عائلة السلطنة في ماسينيا، كان في البداية تاجرا، وبعد ذلك بعد تأسيس الأحزاب كان من المؤسسين الأوائل لحزب إيديتي، ثم انشق وأسس حزب بي اس اي تي الحزب الاشتراكي. وما هو له اختصاص ان له علاقات بحزب جمال عبد الناصر في مصر. في مصر، فدار حوله عدد الأغلبية المثقفين باللغة العربية. يوم ما أسست حكومة الطوالي اتصل بأصحابه في مصر وطلب منهم أن يلحقوا بآلات كاتبة باللغة العربية، وطلب من الطلبة اللي كانوا قاعدين في مصر يجوا بالأكثرية، لكي أي وزير ما بيتكلم وما بكتب اللغة العربية يجيب له واحد يتكلم باللغة العربية عشان يساعد. هذا ما تخوف فرنسا أيضا وتخوف الجنوبيين، والتاني توران قبا رجع يقول أنه الشخص ده داير أنه التشاهدين كلهم يكونوا مسلمين وعرب وكده، فتخوفوا وكتبوا مرة تانية للجنرال ديغول. أولا صاول باكونشيمي فاجأ بتكوين حكومة غير مرضية، بالتالي جاء آخر كان يعني وده تخوفت منه فرنسا، لأن فرنسا طبعا دائرة تدي الاستغلال للمستعمرات، ولكن ليس استغلال تام، استغلال يعني اسمي، والعلاقات الاقتصادية والدفاعية والسياسية تكون كما هي. فإنسان لما يكون منتمي لجمال عبد الناصر الذي كان ذلك كان قبل قدافي العدو الأكبر للغرب، لأن جمال عبد الناصر له اتجاهات اشتراكية، وكان ناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد، وعمل شيء معروف هو تأميم شركة قناة السويس. نعم. فالمستعمر تخوف من هذه البلاد لما تكون تنتمي إلى مصر، فتفلت من يدي فرنسا التي لا تريد أن تعطي استقلال تام لمستعمراتها، وتريد استقلال مزور وتحتفظ بالمصالح الاقتصادية والثقافية أيضا، لأن هم كانوا يريدون الاحتفاظ باللغة الفرنسية. فهذا الشخص أصبح خطير جدا، ومرة تانية تغير التحالف داخل البرلمان، فجميع الجنوبيين رفضوا وكونوا حكومة جديدة. فالمفروض كان لزيت هو اللي يكون رئيس الحكومة مجددا، ولكن عندما أسقط من قبل ساولبا وأتباعه وتكلموا أنه أجنبي فلا بد أن لا يقبل، فحس أن إذا كان هو تقدم سيرفض، ولذلك قدم من نوابه فرانسوا تمبلباي وتورانغابا. هو أراد أن تورانغابا هو الذي سيكون رئيس الوزراء، لأنه هو قائد المشكلة ذاتها، هو المحرض. فالمسلمين
اكثرهم تخوفوا من تورانجابا وقالوا انه تورانجابا اذا كان خلوه عملوه رئيس الحكومه فبعمل العكس. فاختاروا شخص لسه ما دخل الحكومه ولا مره ما شفتوا اسمه، فهو فرنسي لسه ما دخل فيها. طبعا هو النائب الثاني، النائب الاول لجابرييل لزيت هو تورانجابا، والنائب الثاني لزيت هو فرانسوا تومبالا في الحزب. فاحسن اختاروا فرانسوا تومبالا. والانسان الشخص اللي لعب دور كبير في اختيار فرانسوا تومبالا هو احمد كوتكو. احمد كوتكو الذي كان في حزب بي بي تي، اختاروا احمد فرانسوا تومبالا لانه قالوا هو ده انسان متواضع، اذا كان اديناه يعني الحكم ذاته بعدين ممكن نشيل منه، زي ما عملوا جوكوني و ضعيف يعني ممكن زي جوكوني وحسين عبري لما حشالوا لول محمد شوا، قالوا ده نشيله انسان ضعيف ونحن نقعد نديه الاصول الاوامر من تحت وبعدين اذا كان اردنا نشيل منه الحكم. على كل حال ما دايرين انه تورانجابا هو اللي يكون رئيس الوزراء. فكونوا حكومه جديده، واحمد غلام حكومته 12 يوم فقط. 12 يوم فقط اسقطوها. يعني المبادرات التي قام بها كل حتى الاجهزه ذاتها الالات الكتابه ذاتها وصلت في المطار وما فتحوها وطوالي والحكومه سقطت. سقطت خلاص في مكان احتكروها وخلاص يعني عملوا شالوا اجراءات بكونه يعني اللغه العربيه ما يخلوها والمثقفين باللغه العربيه وكذا وكذا. ده ما يعتبر استعجال من احمد غلام الله في تلك الفتره كونه الدوله كلها في مهد انشائها واغلب المثقفين هم من الناطقين باللغه الفرنسيه وبالتالي اتخاذ مثل هذه القرارات؟ طبعا نفس الشيء جاء بعدين في فرلين، لانه اغلب مناصري احمد غلام الله من المثقفين باللغه العربيه. فاذا كان داير يقوي نفسه طبعا اذا كان ديل كلهم شافوا انه اللغه العربيه اصبحت رسميه فيجب الاكثريه. نفس الشيء اللي حصل لما الفان وصلوا في الحكم، و طبعا دي حسابات سياسيه، المثقفين باللغه العربيه اللي كانوا موجودين في البلدان العربيه لكن قاعدين في الخارج، فقال انه اذا كان ديل جو حنتقوى بهم هم. وطبعا كل واحد بيعمل حساباته السياسيه وبيستعمل بعض الشماعات عشان يصل. فاذا كان يعني داير هو يعني اذا كان يعني لقي اظن شهرين ثلاثه يمكن، لكن الرماه هي رمته فرنسا، وتورانجابا رماه عشان هو ظن انه هو اللي يقول يشيل زمام الحكومة. تعرف انت الامور السياسيه دي دائما يعني يكون مجاملات مؤقته وكل واحد عنده حسابات. عشان كده اسقطت حكومه احمد غلام الله. زي ما قلت الحكومات تعين وتسقط داخل البرلمان، يعني ال 65 نائب هم ديل اللي هم دايرين يكون رئيس وزراء يكون اغلبيه وخلاص. عشان كده اختاروا فرانسوا تومبالباي وكون حكومته يوم 26 مارس 1959. فهي مكون من فرانسوا تومبالباي رئيس الوزراء، ليزيت الشخصيه الثانيه وزير الخارجيه، الله طاهر وزير الوظيفه العامه، جبرين خير الله وزير الداخليه، ابو نصر وزير الماليه، جان باسيت وزير الاقتصاد، احمد كوتكو اصبح وزير او لاول مره وزير التعليم، لان عاده في الحكومات اللي فاتت كان ابو صديق هو اللي كان كوبينات. يوم كم حكومه؟ 26 مارس 1959. وتورانجابا ايضا قاعد في وزير الاشغال العامه، وادم تشيري الزراعه، وعبد الرحيم جلال، واشخاص اخرى. فهذه الحكومه الانتقاليه الرابعه. وبالنسبة لهذه الحكومات طبعا فرانسوا تومبالباي لما جاء أول شيء غير قانون اللعب.
قانون اللعبة في داخل, البرلمان. إذا كان ماشين زي ده وذاته يمكن شهر شهرين وذاته زي ما أسقط الحكومة في 12 يوم والحكومة سولبة في شهر وحكومة لزيد في 3 أشهر, فقال إنه يغير اللعبة. فعشان كده قال ما ممكن أول طوالي جاء قانون دستوري جديد في أسبوع, جاب قانون دستوري جديد بيقول إنه رئيس الوزراء ما ممكن إنه البرلمان هو بيسقط. ده خلى إنه يكون في استقرار لحد السنة تقريبا سنة وزيادة حتى 11 أغسطس 1960, وهذا الاستقرار سمح له إنه يتعرف بالناس دي كلهم. ولما أصبح رئيس الجمهورية بعد الاستقلال طبعا الناس دي كلهم الشخصيات اللي صعدوا والما صعدوا دي كلهم قشام في 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 أخرب وقت. وفي الحلقة القادمة نرجع لتمبلباي وسيرته ونشوف كيف حكومته كونها, وبعد ده كيف سيطر الوضع حتى وصلنا الاستقلال, وصل الاستقلال. ونبدأ أيضا بسيرة الذاتية المفصلة وكيف حكم تشاد بعد 1960 حتى 1975 حيث قتل خلال انقلاب عسكري. شكرا جزيلا دكتور محمد صالح يعقوب على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا فيما يتعلق بتاريخ تشاد ما قبل الاستقلال, خاصة الحكومات الانتقالية التي انشئت او كونت قبيل استقلال تشاد. المشاهدون الاعزاء, الى هنا وصلنا الى ختام هذه الحلقة الخاصة وهي ضمن سلسلة حلقات نقدمها بمناسبة ذكرى الاستقلال في 11 أغسطس. ونشكركم لحسن متابعتكم, وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله. ونشكر ضيفنا الدكتور محمد صالح يعقوب, وإن شاء الله نلتقي في الحلقة المقبلة كما أشار ضيفنا لكي نتناول حكومة تمبلباي وبالتالي الاستقلال وكيف أدار تمبلباي الحكم بعد الاستقلال. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله. انقرت تمبلباي عيون جمر قبوم بين شرارها قابل لنا فيه حتى ما بالبارة ربو خير السلطان أليم وماو ولا خير بجن ألالي السمعت كبارة وشمل جمالة تاريخ كنب أليم وماو تدود لا بالبارة مرت تمبلباي رئيس الدولة جنبنا الملك فيصل أمن العزيز قصف الشعب لنقرت تمبلباي السمحة دارك رئيس الدولة نقرت تمبلباي.